أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي إطلاق دفعة جديدة من القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل للوجبتين 39 و40 لأكثر من 5700 مقترض، لافتا إلى أن الوزارة ولأول مرة تطلق قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 25% من القروض للمشمولين بالحماية الاجتماعية. وأوضح السيد الوزير إطلاق دفعة جديدة من قروض صندوق المشاريع الصغيرة للوجبتين 39 و40، وتشمل 5714 قرضا للمرة الأولى. تطلق هذه الوجبة ضمن مشروع الوزارة خدمة أرزاق التي تضمنت قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية. خصصنا 25% من القروض في كل وجبة من الوجبات الأربع التي أطلقت ضمن خدمة أرزاق للمشمولين بالحماية الاجتماعية. ستستمر رواتب المشمولين بالإعانة المستفيدين من القروض لمدة 3 أشهر لحين التأكد من أن مشاريعهم حققت الجدوى الاقتصادية منها. عدد المشمولين بخدمة أرزاق من المتقدمين عليها المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ 2862 مقترضا بواقع 1431 مقترضا في كل وجبة. سنستمر في الوجبات القادمة بإطلاق القروض لشمول أكبر عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 25% والبالغ 400 مليار دينار عراقي للمشمولين بالإعانة. بإمكان من لديه مشروع مستمر التقديم على خدمة أرزاق للحصول على قرض لتطوير مشروعه. نبذل جهودا لإكمال تمويل مبلغ 1 مليار دينار مخصص لبرنامج استراتيجية التخفيف من الفقر. التعاون جار بين وزارتي العمل والتخطيط لإكمال تمويل هذا المبلغ وإطلاق قروض استراتيجية التخفيف من الفقر. استراتيجية التخفيف من الفقر تمنح قروضا بواقع 7 ملايين دينار وبمدة تسديد تصل إلى 8 سنوات. أما ما يتعلق بمنصة مظلتي فقد بيّن السيد الأسد أن وزارة العمل قررت يوم أمس إيقاف المنصة لأسباب عدة. قررنا إيقاف عمل المنصة فقط عن الاستعلام للمتقدمين الجدد. المنصة مستمرة للمستفيدين من الإعانة الذين يستلمون رواتبهم وكذلك لتحديث البيان السنوي. سيتم إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتف المشمولين الجدد الذين تظهر أسماءهم في الوجبات المقبلة. سيستمر هذا الإجراء لحين إجراء الانتخابات منعا من استغلال هذه المنصة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلال حاجة الناس من خلال خدمات الوزارة. نؤكد أن العمل جار لاستكمال الوجبات اللاحقة ولدينا عمل مستمر لشمول أعداد إضافية بالحماية الاجتماعية. إذن مشاهدين الكرام، كما صرح السيد الوزير تم إيقاف العمل بمنصة مظلتي والعمل مستمر للمستفيدين من الحماية الاجتماعية. للعدم كيكارت مستمر العمل بمنصة مظلتي وكذلك تحديث البيانات أيضا المظلة مستمرة، فقط انغلق للاستعلام المتقدمين الجدد، يعني الجديد اللي يريد يشوف اسمه لا متوقف لحين إكمال الانتخابات. إذن تقبلوا تحياتي، إعلام علي الدلوي.